برجع مع حضراتكم وضيفي الكريم الدكتور عبد المنعم سعيد، تحياتي لحضرتك. اهلا، مساء الخير. رفح الى اين؟ تحريض اسرائيلي على مصر من متطرفين اسرائيليين، الدولة المصرية موجودة، بيتكلموا على هيحصل تهجير. يعني هيحصل تهجير، دي المخطط اللي تشتغل عليه اسرائيل. ضربوا امبارح بالليل رفح، في اكتر 100 شهيد حتى الان، مئات المصابين، وبالتالي الخطة شغالة، وعندك 1.25 مليون واحد على حدودك الناحية الأخرى. رايحين فين؟ رايحين في يعني مواجهة، أنا رأيي الجزء الكبير فيها لا يزال على داخل غزة مش تجاه مصر. أسباب والكلام ده ممكن نتكلم فيه، إنما أنا اللي شايفه فيه عنتريات إسرائيلية كتير. يعني العادة كانت العنتريات بتبقى على الجانب العربي، يعني شفناها في 67 في مراحل أخرى من الصراع، إنما الآن بنلاقي عنتريات أولا، أصوليات دينية ثانيا، كلها هي اللي بتحاول إنها تكسب الجولة داخل الساحة الإسرائيلية. ورأي ان هم يعني واقعين في فخ كبير جدا بالنسبة لإيران. يعني إيران نجحت في اللعب بيهم، وأن هم يقوموا بإظهار الوجه القبيح اللي هي إيران كانت عايزة تعمله عشان تبقى هي اللي شايلة القضية الفلسطينية إلى آخر، يعني واستخدام أدواتها اللي هي موجودة في المنطقة. لكن الجديد في الأمر إن العالم بيتغير، يعني إسرائيل لأول مرة ما تبقاش كسبانة التعاطف الدولي. كانت قبل كده كنا نشكو دائما إن هم أكثر مهارة مننا. الوضع الحالي يعني زيادة في عام 2023، زيادة في الحاجات الخاصة ضد السامية، ضد اليهود، بحوالي 500%. تعرف في بعض العادات اللي بيعملها الناس اللي بيكرهوا اليهود، يروحوا مثلا المقابر بتاعتهم، يعملوا العلامات النازية أمام بيوتهم إلى آخره. الحاجات دي بتتحسب، دي زادت بنسبة 500% خلال العام الماضي. حاصل يعني نوع من الاندماج كده ما بين اليمين المتطرف الغربي والقوى المعادية لليهود. ففي ثمن كبير بيدفع في العالم، عمرهم ما شافوا مظاهرات بهذا الحجم تقريبا. بعض المحاكم في شيكاغو وفي أماكن أخرى حكمت بأنه إسرائيل توقف وقف إطلاق النار فورا، وهو ما لا تريده إسرائيل. هولندا النهاردة محكمة منعت تصدير لإسرائيل بعض قطع F-16 أو F-35. يعني دي يعني هتلاقي أمثلة كتير من هذا النوع، إنه العالم شايف إنه فعلا في حرب إبادة جماعية، وإنه العرض اللي تم قدام محكمة العدل الدولية كان صحيحا، وإنه حتى في ممارسات الآن بالنسبة لموضوع رفح، لأنه المحكمة لسه ما حكمتش بأنه في إبادة جماعية، لكنها طلبت من إسرائيل أنها لا تقوم بالإجراءات التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية. والنتيجة؟ فما تقوم به بالضبط في رفح الآن بدايات لهذه الإبادة الجماعية. فالعالم كله يقف ضد إسرائيل النهاردة، وده مكسب ليس قليل يعني. لكن أنا بتكلم النهاردة، لو أنا كمصر في تحريض عليك ان انت بتساعد زي ما هم بيقولوا، طبعا مزاعم بتاعتهم، والخارجيه ردت عليهم من شويه ان انت كمصر مسؤول، بيحاول يورطك في قصه 7 اكتوبر. يعني هي كمان لازم اشوف بقيه الاسرائيليين قالوا ايه. لانه في رد داخلي اسرائيلي وقوي من بن جاتس وجالانت، يعني معظم اعضاء الحكومه ضد الاثنين دول. وانا يعني عليا ان انا، واعتقد ده اللي بتعمله مصر، انه بنخش هذه المباراه يعني برشاده شديده، وعينينا على الهدف. يعني لا يجب ان نصرف عينينا عن الهدف. الهدف الاساسي هو ايقاف هذه الحرب. ثانيا انقاذ الشعب الفلسطيني. ثالثا تحقيق الاستقرار الاقليمي، لانه الموضوع ده ولد خطوات انتهازيه من قبل ايران انها تشعل المنطقه، وبتهدد مناطق كثيره، العراق، تهدد سوريا، لبنان.
البحر الأحمر طبعا بقى كارثة والتجارة الدولية. فالموضوع ده يحتاج إلى هدوء كبير في الأعصاب، إن احنا أيضا ما ننساش أبدا إن برضو همنا الأساسي هو إعادة بناء مصر والتعامل مع القضايا اللي تهمنا داخل مصر. دي مسألة في تقديري بالغة الأهمية، ولا ينبغي أبدا إنه نجعل أي طرف في المنطقة يجعلنا نبتعد عن ذلك. لكن في نفس الوقت قوة الردع، قوة الردع مش محتاج تتكلم عنها، كنا زمان بنتكلم عنها والحنجريات الكثيرة لا احنا دلوقتي بقينا اكثر نضجا، اكثر قدرة وفهما، انك انت مش محتاج، هم عارفين القدرة بتاعتك، والقدرة باينة اولا في الجانب السلمي للموضوع. يعني الراجل اللي هو الوقح ده اتكلم على ان مصر بتعمل سكة حديد وعاملة انفاق وعاملة طرق في سيناء عشان نقرب من اسرائيل ونحاربها. احنا يعني ده بناء مصري، ده بناء سيناء، بناء بلدي. واذا كان هو بيقول كده انا لازم افخر بكده. يعني ان احنا بنعمل الشيء في الحقيقة للسلام وللبناء يعني. وياريت نوري العالم اكتر دوت، يعني من غير ما نقول حاجة خالص. طبعا تواجد قواتنا المسلحة يعني لا يحتاج اطلاقا انك انت تقول انا معايا كذا، انا جبت الفرقة كذا، انت قلتها مرة واحدة، الناس شافتها مرة واحدة، وبعد كده بتقرر متى يمكن استخدامها من عدمه. دكتور عبد المنعم، لكن التحرك المصري من 7 اكتوبر لحد النهاردة، لو حضرتك بتتكلم على تحرك سياسي، تحرك دبلوماسي، في اتصالات، في لقاءات، عملت مؤتمرات طول الوقت تشتغل في هذا الملف، ويجي الرئيس الامريكي من 3 ايام يقول لك ان انا ضغطت على الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يفتح معبر رفح. يعني احيانا في اخطاء بتتم بعضها في موضوع السن، طبعا بالنسبه لموضوع بايدن بيتكلموا عنه كتير في امريكا، مش انا اللي هتكلم عنه يعني. انما احيانا ايضا هو عايز يعني يسجل نقطه مع الراي العام الامريكي انه غير موقفنا، وان هو بالتالي علاقته معانا في الحقيقه كانت ان هو علشان يصل الى هدف امريكي وهو التهدئه، وان مصر بلد مهمه في هذا المجال. في ايضا ممكن جدا ولا استبعد انه في لبس حصل ايضا، لان احنا الـ 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 القصه الصحيحه وهي القصه المصريه ان احنا كنا بنحاول ندخل المساعدات، انما اسرائيل بطريقتها في التفتيش والمراجعه. تاني حاجة الضرب اللي كان بيتم على الجانب الآخر معبر رفح فلسطين، فأنا لازم أخش أحط أسفلت وبتاع عشان تأهيل للطرق. العربيات دي عربيات تقيلة جدا، شايلة أطنان كثيرة جدا، وبالتالي مش هتقدر تنزل فيه. فكان ده الظرف الذي أدى إلى إبطاء أحيانا أو منع العدد من الطرف الآخر، من الطرف مش الآخر ده اللي احنا قلناه. فهو ممكن انا بقول الاحتمالات كلها، يعني ان هو يبقى الامر ملتبس في المعلومات اللي قالها، عايز يسجل نقطه، الحاجات دي يعني في الازمات اللي من هذه النوع، خاصه عندما تكون المكانه السياسيه للشخص او للقياده المذكوره سواء هو ولا نتنياهو ولا عايز يسجل نقطه قدام الراي العام الامريكي يعني. لكن في الاخر هنوصل انه الواحد واربعة من عشرة مليون اللي موجودين دلوقتي في رفح، وحصل الضرب او حصل الاقتحام البري زي ما نتنياهو بيتكلم، هل في تقدير حضرتك هيحصل ولا هيحصل قصف زي ما حصل امبارح مش هيدخل بري؟ هو حتى الان قال هعمل كده، لكن هو قال ان هو ايضا هيفتح ممر، وفي تعهد في ذلك للولايات المتحدة الامريكية، يجعل السكان جنوب غزة يذهبوا إلى شمالها ووسطها. بس دي ما فيهاش حاجة، غزة انتهت. نعم، غزة ما فيهاش حاجة، يروحوا فين؟ ما هو هنا نفس أي حتة، ما هيروحوا فين؟ يعني في كل حتة هم لاجئين وفي حالة نكبة، وده تمن قاسي الدفع لما فعلته حماس على الشعب لما الفلسطيني. لما فعلته حماس؟ فعلته حماس والاسرائيليين. يعني عشان يبقى واضح. وبالاساس الاسرائيليين. يعني كنت في حديث امبارح قلت ان احنا بنتكلم دلوقتي واحد قدام 28، يعني المعدل بتاع
الأكل يعني. إنما هي اللي احنا شغالين عليه 28 في فلسطين وقدام واحد إسرائيلي. إسرائيلي يعني ده المعدل يعني زي ما بيقولوا الاكسشينج ريت زي في العملة كده يعني. إنما طبعا هي الموضوع هنا يعني في حاجات كتيرة قوي لو احنا عايزين نبحث في الأصول. دائما بيبقى ايه اللي طمع الاسرائيليين في ان هم يعملوا الجريمه الكبيره دي يعني؟ ايه الظرف اللي اداهم اسباب؟ ايه الظرف اللي خلى الصف الفلسطيني يبقى حتتين مش حته واحده؟ نعم. يعني في امور هنا احنا اصل موعودين يعني في مصر ان احنا بلد قوميه وطنيه، تماسك الشعب المصري تاريخ طويل الى اخره، بنتصور ان كل بلاد العالم كده. انما انا شايف شخصيا انه في كتير من الدول العربيه مش ملاحظه ده في الاصل، وبتعتبر نوع من النضال انك تنقسم، ان التنظيم يبقى اتنين وتلاته، جبهه الشعبيه تبقى جبهه شعبيه وجبهه ديمقراطيه، فتح تبقى الكلام ده بيبقى له تمن في الاخر، بيجعل الأعداء يستغلوا هذا الموقف ويحاولوا أن هم يسجلوا نقاط معينة. في حلم صهيوني مؤكد أن هو عايز ياخد غزة وياخد الضفة الأساس الضفة الغربية. نعم. الضفة الغربية الشطارة هنا ما تمكنوش، يعني ما تمكنوش من ده. وإذا كان لازم تحارب، حارب متحد، حارب جبهة واحدة مش بالكلام يعني. حابب تتكلم على الفلسطينيين؟ تكلم على الفلسطينيين وحدة واحدة. طبعا. لسه الانقسام موجود ولا كله بيشتغل؟ يعني الرئيس محمود عباس موجود النهاردة في قطر بيشارك في المؤتمرات، ولكن ما فيش اتصال مع حماس أو مع المقاومة. طب ما دي كارثة. كارثة. طبعا. يعني شوف، اللي عايز يعمل دولة ودولة مستقلة لازم يكون فيها مكان واحد للسلاح. مفيش حاجة اسمها السلاح كده كل واحد يتصرف زي حمدتي وزي مش عارف مين في دول مختلفة يعني. نعم. ده كلام غير وطني وغير مناسب للحال ولا للكارثة اللي ممكن تحصل لو انه سوء الحساب حدث هذه المرة. ولابد يعني يبقى في نوع من انتهاز الفرصة اللي بتتيحها مصر وبتتيحها العالم، انه ابتدى يتكلم عن دولتين، دولة اسرائيلية ودولة فلسطينية. ما كانش موجود بمثل هذه الصراحة وهذا التكرار منذ مرة واحدة قال جورج بوش الابن في يونيو اظن 2004 حاجة زي كده او 2003، انه هو عايزين دولة فلسطينية. بعدها ما حدش بقى يقول دولة فلسطينية. لكن نتنياهو نفسه قال لك لا، مش هقبل بدولة فلسطينية. معظم حكومته مش مع دولة فلسطينية. المجتمع الاسرائيلي مش مع دولة فلسطينية مستقلة. ما هو ده يعني الا اذا ادينا له صفة الالهة انه الكلام اللي يقوله هو اوامر وهيتحقق، هتقوم الدولة الفلسطينية إذا أراد الفلسطينيون قيامها. القرار مش في إيد نتنياهو، القرار في إيد الفلسطينيين. يعملوا إيه؟ دولة تقام يا أستاذ أحمد. الدولة كانت في إيديهم إن هم عندهم بعد أوسلو يبنوا دولة بمؤسسات، بمدارس، بجامعات. هو اليهود عملوا إزاي؟ اليهود عملوها في 100 سنة علشان يعملوا دولة. بدأت الدولة بجامعة الجامعة العبرية، بالكنيست، بالأحزاب، بالنقابات، بالجمعيات الأهلية، بال يعني حاجات إنتاجية، زراعة ومش عارف إيه، تخنيون، بناء علمي وبحوث علمية. هي كده الدولة. إحنا عملنا إيه؟ مصر عملت إيه بين تصريح 28 فبراير سنة 22 لغاية ما مشوا الإنجليز في سنة 56؟ عملنا إيه؟ عملنا دستور، عملنا برلمان، عملنا حكومة، عملنا بنوك، عملنا بوسطة، عملنا كورنيش اسكندرية، عملنا عشرات الحاجات اللي هي تمت. بنينا جيش بتاعنا تدريجيا. الجيش بتاعنا هو اللي عمل ثورة 52 بعد كده، وأدى إلى أنه في الآخر بعد عملنا معاهدة 36 ولغينا معاهدة 36 وبعدين رجعنا. قعدنا تقريبا 50 سنة علشان تحقق ده وتبني الدولة.
الفلسطينيين للأسف الشديد من الأول. يعني الواحد يرجع للشباب وشوية لما كنا في الجامعة زمان، احنا طبعا فلسطينيين كنا مندفعين ومظاهرات ومساندة، وحتى بعد 67 كانت فلسطين في ذهننا، يعني رغم ان مصر بقى ابتدت تاخد الأولوية بعد 67. نعم. انما فوجئنا لما لقينا انه في حاجه اسمها فتح وحاجه اسمها الجبهه الشعبيه، وبعدين الجبهه الشعبيه انقسمت بعد بين الجبهه الشعبيه والجبهه الديمقراطيه والصعقه والمش عارف العربيه ايه. يا جماعه يعني الكلام ده ايه؟ مفيش يعني. ومع ذلك نتيجه 73 كسبوا انه الرئيس عرفات بقى في الامم المتحده. نعم. وبيتكلم للعالم كله يقول يعني انا في ايدي بندقية وفي ايدي غصن الزيتون، يعني ما تسقطوش. نعم. غصن الزيتون من يدي. ده نعم. قالها سنة 74 يعني. فكانت الفرصة موجودة، انما ولا تزال الفرصة موجودة. يعني لو احنا عندنا كلام جد يعني في الوقت الحالي، لا ينبغي ان يبقى فيه الرئيس، هو رئيس واحد، رئيس السلطة الشرعية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ما فيش واحد ياخد قرار الحرب والسلام من غيره. المقاومه هتقول لك انا اللي قاومت وانا اللي ضربت وانا اللي معايا السلاح وانا اللي قمت بهذا الكلام، ازاي تستبعدني من القياده؟ ممكن وجهه نظرهم كده. انا مش عايز استبعده من القياده، ده قرار فلسطيني، لكن تقرره السلطه الوطنيه الممثله للشعب الفلسطيني. نعم. بدون ده فانت مش عايز تعمل دوله، انت عايز تعمل حاجه زي نوع كده من ميليشيات، كل واحد يبقى ميليشيا. ما هو على فكرة عندنا خطر كبير في المنطقة اللي هي فيها جزء دلوقتي من الدول بيقول نبني نفسنا، يعني نبني نفسنا تكنولوجيا، نبني نفسنا عشان السبق اللي موجود الفظيع اللي في العالم. نعم. نبني إمكانياتنا. عشان تعمل دوت انت محتاج استقرار إقليمي. الاستقرار الإقليمي للأسف الشديد بيهدده هذه الفرقة اللي موجودة في عدد من الدول العربية. هنا مين اللي بيدي للإسرائيليين فرصة الفيتو عليهم؟ هم يعني. إنما بعد كده تعملها بالانتخاب. إنما مش تيجي تعمل الانتخابات وبعدين تقول مش هعمل الانتخابات، أو إن أنا 2007 وخلاص بعدها ما عملتش. ما هو يعني هو عم حد، وحتى الرئيس محمود عباس أيضا إيه اللي عملوه في غزة حتى؟ يعني ما عملوش انتخابات، ما عملوش تصويت، ما عملوش حتى للمحليات انتخابات. نعم. طبعا شالوا فتح بره بره القطاع كله. يعني ده مش بتاع بنى دوله، ده بنى يعني ايه مقاطعه يمكن تقدر تسميها كده يعني. فبناء الدوله على عاتق الشعب الفلسطيني والقاده. أرادت إسرائيل أو لم ترد. النخبة الفلسطينية لابد ألا تكون منقسمة، وإنه لا بس هو ولا تأخذ يعني أوامر من حد. نعم. للأسف الشديد إيران بتلعب بيهم، تلعب بالجهاد الإسلامي. ما هو حتى يعني الشيء المدهش إنه الجهاد الإسلامي عمل حرب، ما هو دي حرب غزة الخامسة. نعم. في حرب الرابعة كانت نعم. عاملها الجهاد الإسلامي لو تذكر يعني. نعم. إيه فمعناها إنه حتى في غزة نعم. مفيش سلطة شرعية واحدة. نعم. يعني الاتنين مع بعض مش عاملين مجلس وهنحكم قطاع غزة. اللي هو بالمناسبة وهم موجودين كان نتنياهو بيقول أنا عايز أدعم حماس والجهاد الإسلامي علشان نضمن إن الفلسطينيين يبقوا منقسمين إلى الأبد. نعم. بس فهي ال وقت كان يعني حصل الانقسام. دلوقتي إحنا عايزينهم يجوا مع بعض تاني ونعمل دولة فلسطينية. فيبتدي الناس تقول لك إيه أنا اللي قاومت، لا وانا اللي عملت الاكل، يعني ما فيش حاجه اسمها كده يعني. المفروض ان الكل بيقاوم. مين اللي يقدم تنازلات هنا من اجل وصول دوله فلسطينيه؟ من الذي يقدم تنازلات عشان نوصل لدوله قائمه مستقله؟ انت لو سميت كل اي حاجه تنازلات ما حدش هيبقى عايز يتنازل. لا اتنازل لصالح البلد. لا وانا اتنازل لا. بقول له هو عايز الكرسي ولا عايز البلد؟ هو ده الموضوع. ما هو كل واحد تحكم ولا مصالح البلد؟ كل واحد هيقول لك انا مش عايز الكرسي، انا عايز البلد بس انا اللي اقودها. لا يعني في مجال السياسه أيوة. الـ 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 الكلام يكون مش كده.
يكون يعني الاقتراح المصري اللي جه في وقت من الاوقات وربما يرجع تاني، هو نعمل حكومه تكنوقراطيه. الحكومه التكنوقراطيه دي يعني ايه؟ يعني لما نقول انه في السيد فلان الفلاني دكتور كويس ولا مهندس كويس، نعم، ولا راجل بتاع تربية وتعليم معروف في العالم، نعم، هنجيب أحسن العناصر الفلسطينية. واحد فيهم تبع حماس، بيؤمن إن حماس على 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 حق، نعم، ما حدش هياخده ينفضه عشان يعرف هو إيه اللي مختوم على قلبه، إنما المهم يكون مخلص للقضية. القضية إنما بمجرد ما تقول أنا فصيل هيتنازل للتاني، نعم، ومين اللي يضحي، مفيش حد عايز يضحي الحقيقه. يعني رغم الشعب بيضحي، الشعب اللي بيضحي، انما التنظيمات كلها، ما التنظيمات كلها، هو حد استشار الشعب الفلسطيني في الحرب دي؟ مفيش، يعني لم تخلق آلية حتى مركزيه من قبل احنا عملنا حاجه، نعم، عظيمه سنه 74، ان احنا لاول مره بعد النكبه الاولى في 48 الشعب الفلسطيني يعني تشرذم. قامت منظمه فتح بعمليات بقى بدايه المقاومه المسلحه في سنه 65، وعلى بعد حرب اكتوبر استغلينا الدفعه دي، وانه بقى في منظمه التحرير تبقى هي اسمها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ليه؟ نعم. لانه كان في اوقات منازعه، نعم، ان الاردن بتقول انا الضفه الغربيه تبعنا، نعم، لا، الموضوع ده حسم القضيه مع الاردن والارضيه. والحقيقه الاردن لعبت دور نبيل في هذه المساله، نعم. اذا كانوا الفلسطينيين يريدوا ان يقودوا كفاحهم فليكن، فاصبحوا هم الممثلين للشعب الفلسطيني. اللي عمل المزاحمه ديت يعني والمحاججه بعد كده بالطريقه بتاعتهم هي مش بس حماس. على فكره داخل غزه في 11 تنظيم مسلح فلسطيني كلهم فيهم حاجه اسلامي، يعني وكانوا بيعملوا مناورات مشتركه. يعني انا اللي عرفته من المناورات المشتركه اللي ده كان بيتدربوا مع بعض، بيتدربوا ويعملوا يعني كانهم ايه، زي ما احنا بنعمل مناورات مثلا مع روسيا او مع فرنسا او مع اسبانيا، كانهم دول وبيعملوا مع بعض الجهاد وحماس والتوحيد ومش عارف بالظبط كده، بالظبط كده، نعم، مع بعض داخل. حضرتك بتتكلم على 11 فصيل، 11 فصيل داخل غزه، داخل غزه. يعني فهي الانقسام دوت لازم ينتهي، وانه اللي يبقى له الكلمه هو السيد محمود عباس، لكن ايضا لا باس من تجديد القياده ايضا. يعني انا مش ان هو يعني ايضا في حاجه بعد مده طويله جدا اي قياده يعني بتحتاج انه يبقى في جيل جديد يتعامل مع الموقف اللي هو الحالي، اللي هو حرج واللي هو محتاج. انا يعني من رايي ان يبقى نعمل جهود كبيره، يعني انا بتكلم هنا من منطلق استطلاعات الراي العام المعروفه والتي اثق فيها يعني في للشعب الفلسطيني كله، ان مروان البرغوثي بالفعل هو الشخصيه الوطنيه الفلسطينيه. انا حدث ان انا اعرفه وقابلته، وهو رجل متوازن جدا، وهو فتحاوي قديم. بس هو في السجن، ايه بس السجن دلوقتي، وبقاله في السجن 20 سنه. فهو قول ان هو مانديلا الفلسطيني ابتدى يدي صدى دلوقتي في العالم، لان هو علم نفسه كويس وهو في السجن. يعني عليه اجماع، يستطيع ان يكسب اي انتخابات شرعيه في هذا المجال. لكن علينا الاول طبعا في المرحله الحاليه وقف اطلاق النار، ازاي نوقف وقف اطلاق النار، نعمل صفقه. يعني كان في مهارة يعني في الحقيقة في الشغل اللي احنا بنعمله، يعني الفلسطينيين عايزين وقف فوري، والإسرائيليين عايزين الرهائن فورا، واخد بالك؟ يعني الاثنين دول، فاحنا قلنا لدول، واخد بالك، احنا لمصر، مصر ومعانا طبعا الاخوة في قطر وكده، ان احنا هنديكم مدة ممتدة من وقف اطلاق النار، نعم،
وقلنا للإسرائيليين هنجيب لكم عدد كبير من الأسرى، الرهائن أو الأسرى، يعني كل الكبار، كل الستات، كل الأطفال، يعني عدد كبير، فنعمل 3 أسابيع. نعم. يعني طبعا كل الأطراف عايزة وقت تتنفس فيه عشان يمكن يبقى الكلام مش تحت المذابح أو تحت عمليات انتحارية أو إلى آخره، خاصة إنه المنطقة بدأت تشتعل. يعني أنت عندك 3 جبهات شغالة في المنطقة. قبل ال3 جبهات، لأن هو ده التالي بعد هذا الفاصل عشان نتكلم بتوسع على ال3 جبهات اللي بدأت تشتعل عقب هذا الفاصل. أرجع مع حضراتكم وضيفي الكريم الدكتور عبد المنعم سعيد. قبل الفاصل حضرتك بتتكلم على 3 جبهات، ويبدو ان نتنياهو ما عندوش مشكله حتى لو حرب عالميه ثالثه، المهم هو يفضل في الحكم، بدليل اللي بيحصل بحر احمر، في لبنان، في العراق، في سوريا، الدنيا زي ما حضرتك بتتكلم مشتعله. ما هو مش الدنيا، هو يتحمل مسؤوليه على ذلك. هي الحرب تدريجيا بتتحول الى حرب ايران اسرائيل. تدريجيا. ويمكن حتى ايران الولايات المتحده الامريكيه. وده مش في مصلحتنا. يعني الجيم زي ما بيقولوا الدولي هنا، انك انت عندك محاولات انك انت لاستغلال القضية الفلسطينية، لان تحويل المنطقة كلها الى حرب، اجزاء منها حروب اهلية، لانه انت مثلا عندك جبهة من الجبهات اسرائيل لبنان. لبنان وفي تحت تهديد ان لبنان تبقى زي غزة. ودي حصلت قبل كده لو تذكر من سنوات لما الكهرباء ومش عارف ايه ومصر برضو اتدخلت وبتاع، لانه حاجه في اختراع جامد ان حزب الله برضو عامل هو الدوله. وحزب الله هو عامل حاجه كده اسمها الثلث المعطل، مفيش قرار يتاخد في البلد غير بموافقته. عاملين نفس الحكايه جوه سوريا، في سرايا القدس اللي هي الخاصه بالحرس الثوري الايراني مع حزب الله السوري، ما بيعملوا عمليات، واسرائيل برضه. وبعدين عندك الحتت اللي كان فيها قواعد امريكيه لوحيه بتاع التحالف الدولي للرد على داعش والقاعده والكلام زي كده في العراق وسوريا، ابتدوا يضربوها فامريكا ترد. وفي البحر الاحمر النهارده في تحالف دولي بيرد، والحوثيين عايزين يضربوا، ففي الاخر اشقائهم في مصر تبقى قناة السويس بتاعتهم هي أكثر الأطراف اللي حل مهددة بيها الضرر. يعني نتكلم على انخفاض 44% من دخل القناة. فهي الموضوع بتاع إشعال المنطقة نتيجة إنك أنت عندك قوتين بيتصارعوا بطريقة زي ما بيسموها اندايركت، غير مباشرة، عن طريق أطراف أخرى. الجانبين عندهم جانب انا في رايي انتحاري شويه، لانه في الاخر الجماعه بتوع اسرائيل لا استمرارهم في ذلك هيجي على دماغهم. يعني اسرائيل كان عندها فرصه ذهبيه ولا تزال هذه الفرصه قائمه انها تبقى مقبوله في منطقه الشرق الاوسط، وانه هذا القبول يجعلها دوله عاديه مستوعبه، لا روتين، لا جيران، لا تبادل مصالح زي عندنا في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، منتدى الغاز. نعم. في حاجات كتيرة يمكن أن تتم. إسرائيل طبعا إيران حاولت أنها تنسف الموضوع ده بالتعاون مع حماس، أنها ينسفوا هذا من الحدوث. بقى النهاردة في أعداء وفي كراهية وفي بالضبط ليهم الأمريكان بالمناسبة، الأمريكان واخدين جزء من ده طبعا، لانه هو الامريكان ما يقدروش يخلوا المسافه مع اسرائيل كبيره لاسباب كتيره. يعني نعم، الخلافات يعني ما تبقاش كبيره المسافه. انا بقول ما حدش حتى في امريكا ممكن يقول لك انا بختلف مع اسرائيل، بالذات في بالنسبه للقيادات. الشعب ما عندوش مانع، والشباب يعني شايف ابتدى دلوقتي ان في اسرائيل مشكله. يعني وانا في رايي، ويمكن قلته لجماعه امريكان كانوا في زياره للقاهره الاسبوع اللي فات، انه اسرائيل هتبقى حمل ثقيل على الولايات المتحده الامريكيه.
لأنه إسرائيل اللي هي كانوا بيقول لك دي زهرة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والكلام زي كده، بتتحول تدريجيا إلى دولة دينية ما تفرقش كتير عن حزب الله، عن الإخوان المسلمين، عن يعني بس البراند يعني بيبقى يهودي أو التوراة أو العهد القديم أو غيره من الكتب. يعني لما حضرتك قلت لهم هيبقوا حمل تقيل على الأمريكا، ردوا ايه الامريكان؟ كان ساهموا يعني ما يعني انه يعني كان حاله من الصمت كده اللي فيها نوع من الاحساس بانه لو هو قال حاجه يا اما يعني ما تبقاش مظبوطه، لكن هو مدرك انه ده حقيقي، انه ده حقيقي طبعا. نعم، وده تاثيره هيبان في الانتخابات. ما هو يعني احنا في الحقيقة موضوع الانتخابات انا في كلام كتير، يعني ترامب هيحل محل بايدن وهيبقى ده عقاب كبير لبايدن. انا رأيي ترامب هيبقى اسوأ بكتير. لانه النخبة الامريكية ما تغيرتش كتير، اللي تغير القاعدة القاعدة. وعشان كده انا يعني في تقديري ان لابد يبقى في جهد هنا انه نحافظ على هذه القاعدة، وبالعكس يبقى عندنا الكلام اللي بنقوله نحوله الى امور دبلوماسيه وسياسيه. دكتور عبد المنعم، حضرتك بتتكلم هنا ايران هي المستفيد الوحيد من كل اللي بيحصل ده؟ هي اكبر المستفيدين. واللي خسران احنا، العالم العربي. العالم العربي خسران، الشعب الفلسطيني خسران، واعتقد واقولها بشكل ان الاسرائيليين ايضا هيبقوا خسرانين. متوقع انه القادة العرب الاسرائيليين فاقدين فرصة كبيرة جدا ان يكون لديهم سلام مع المنطقة باكملها وتعامل طبيعي بين الدول على اساس المصالح، لكنهم بيفقدوا هذه الفرصة. لا يمكن، هيبقى عندنا اجيال جديدة اللي شافت المجازر وشافت الأطفال اللي هم لسه مولودين، اللي هم الرضع، مش قادرين يجيبوا الأكسجين من الحضانات بتاعتهم. الفلسطينيين اللي مشيوا عرايا بعد عشان عمليات التفتيش بتاعتهم وحطينهم في العربيات عرايا ويوريهم للدنيا كلها. وبالمناسبة يعني ده عودة، يعني اللي أرى وأنا قريت كتير على كيف كانت تعمل المعسكرات الاعتقال النازية، كان ده بيتم، كان عملية التجويع تتم، كان المنع من الدواء كان يتم، التعرية أول ما بيجي الفوج اللي هو مقبوض عليه ولا أسير ولا أيا كان يبقوا عرايا. طبقوا اللي قام به النازي، فهم يعني في تطبيقات بيعملوها وهي نفس الحكاية، هم ما نسلوهاش ويقول لك يعني عمرنا ما هنغفر ذلك. نفس الحكايه، الاجيال الفلسطينيه الجديده لن تغفر. فلسطينيه وعربيه النهارده، حتى اطفالنا الصغيرين بيشوف ده بيقول لك دي اسرائيل اللي بتعمل كده. ويقول لك يعني مش هشرب كوكولا او مش هاكل همبرجر او كده. اللي هي المقاطعه اللي حصلت. فحضرتك شايف انه عندهم كان فرصه حاليا ما بقتش، ولا تراجعت بشكل كبير قوي؟ انا رايي اللي احنا ماشيين فيه بنحاول مصر، يعني لانه برضو احنا مش عايزين خساره للجميع. نعم، لانه الخساره هتؤدي الى خسائر، ان احنا الفرصه يمكن انتهازها. نعم، لكن تحتاج لمراجعه، تحتاج لجبهه فلسطينيه قويه والى جبهه اسرائيليه قويه، مش وفي الاثنين الدين بره الموضوع. انما انك يبقى حرب دينيه قدام حرب دينيه بتبقى عامله زي في التاريخ الاوروبي حرب المئة عام وحرب الثلاثين عام، واحنا عندنا حرب بقى لها 75 عام بالفعل. يعني النهارده العالم العربي مطلوب منه ايه في ظل حاجه بتشرحه؟ توسع، ايران مستفيد رقم واحد، في خسائر علينا كلنا، نلحق ازاي نلم ده؟ او يبقى ايه اللي عندنا كعالم عربي؟ نشتغل على الكابيتال او الرأس المال السياسي اللي احنا كوناه خلال المرحلة اللي فاتت، لانه الخطاب بتاعنا ما هوش عنتري، ما هوش حنجوري، انما هو خطاب بيتكلم على انه عندنا مشكلة وعايزين نحلها، ومشكلة مزمنة ونريد حلها. وعشان كده ابتدينا نلاقي رد الفعل الموجود في العالم. الاعلام بتاعنا بقى اكثر ذكاء بكثير،
وبالتالي الناس اللي عملت وتقعد النهاردة الشباب بتاعنا اللي بيتواصل مع كل العالم عشان يوصل لهم كل اليوتيوبات الخاصة باللي بتعمله إسرائيل داخل فلسطين. فتلاقي في أوكسفورد وتلاقي في هارفارد وتلاقي في غيره، ودي شفتها لما كنت في أمريكا يعني. فده مكسب. أنا رأيي لازم نعزز المكسب بأن احنا نقيم تواصل مع العرب الإسرائيليين. العرب الإسرائيليين 2.2 مليون داخل إسرائيل، وأنا لم أسمع أحدا يطالب لهم بفكرة المساواة، لأنه العالم، وأنا كنت في أمريكا وبدي كلام بقى يعني فيه أن أنا قلت لازم المساواة، فما كانش حد في أمريكا مش متخيل أنه في تمييز ضد العرب اللي موجودين داخل إسرائيل. داخل إسرائيل. لكن أنا مش هدفي بس أسجل نقطة، إنما أسجل أنه فكرة الدولة الوطنية في أي منطقة في اللي احنا عايشين فيها، سواء في السودان أو في أي منطقة، لابد تكون قائمة على المساواة. أنا أيضا لازم أتكلم وأقول للإسرائيليين كل يوم، أنتوا قدامكم اختيار أساسي، لحظة تاريخية بالنسبة لكم زي ما هي بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لكم إن هذه اللحظة التاريخية بتقول في ناحية شرق أوسطي قائمة على أساس عادل وعلى أساس المساواة بين الجميع، أو إن إحنا هنستمر في هذه العركة إلى ما شاء الله. وعليهم يتحملوا النتائج. يتحملوا النتائج. من يومين مملكة العربية السعودية طلعت، أو من 3 أيام بعد بلينكن ما قابل الأمير محمد بن سلمان، عملوا بيان الخارجية السعودية إنه ما فيش لا تطبيع ولا في شيء إلا بدولة، ووقف إطلاق النار كانوا المملكة كانت محددة. بتشوف هذا الأمر تحول من جانب المملكة العربية السعودية؟ لا، هو نفس الكلام اللي أنا بقوله بالظبط. المملكة بتقول الاختيار للعالم وللإسرائيليين في نفس الوقت. ما هو احنا لو بنقول حل الدولتين يبقى احنا عارفين ان في دولة هتبقى موجودة في فلسطين اسمها إسرائيل. نعم. انما مش امبراطورية اولا. ثانيا نعم. مش دولة فوق الدول. نعم. وانما دولة زيها زي بقية، مش هما بيقولوا علاقات طبيعية تبقى نعم. طبيعية. نعم. العلاقات الحالية ما هياش طبيعية، دي قاتل ومقتول. فهنا المعركة دي لازم توصل لداخل إسرائيل. لأنه داخل إسرائيل أيضا في تغيرات بتجري. إسرائيل مجتمع مركب، وأنه لا نتنازل قيد أنملة عن الحقوق الفلسطينية، لكن في نفس الوقت لابد ونقول أدى الاختيار اللي موجود قدامكم، مش أنكم ما عندكوش اختيار. لأنه كلام جافير وكلام سموتريتش أن اليهود ما عندهمش اختيار، يا قاتل يا مقتول، فالأحسن تبقى أنت القاتل. ده اللي بيحصل بالظبط. أنا بقول لازم يبقى في اختيار آخر للجميع. اللي حاصل دلوقتي إن هذه القوى المتطرفة اللي هي بتاخد من الدين منبع بقى لحاجات قدسية وكلام من هذا القبيل، وهم من ناحيتهم بقى حكاية إن هم خدوا وعد خاص يعني علشان أرض الميعاد، ويقرروا هي أرض الميعاد هي إيه بالظبط. بس دول ما هياش كل إسرائيل. وكل ما أنا كسبت حتى الناس بتوعي يبقى كويس. ده أنت عندك في أي انتخابات، ما برضو تاني موضوع الانقسام الفلسطيني. نعم. الفلسطينيين لو انه هم عندهم حزب واحد اللي هم موجودين داخل اسرائيل، يعملوا فارق كبير جدا، ما يبقاش لا جافير ولا سموتريتش ده موجود اصلا. نعم نعم. انما هو اتوجدوا لانه ببساطة شديدة في فراغ. لو انا النهاردة بتكلم وزي ما حضرتك بتقول كده، قاتل او مقتول، هو بيتكلم على قاتل خلاص وإبادة واللي بيعملوه، عنده حماية، عنده غطاء، الولايات المتحدة الأمريكية عاملة له هذا الغطاء. أمريكا 7 أكتوبر 8/10 بعد شهر بعد 2 كان بإمكانها وقف هذه الحرب، كانت أمريكا توقف دعم إسرائيل بالسلاح، اللي هي لسه امبارح مجلس الشيوخ مديهم 60 مليار دولار إضافية دعم مساعدات عسكرية. بتكلم على موقف الأمريكان النهاردة، موقف بيقولوا كلام وفي نفس الوقت الافعال عكس الكلام. لا مش عكس الكلام قوي. اسرائيل جزء ده. انت بتكلم اعتبر إيه؟ اسرائيل هي الولايه 51. تاني حاجه، اسرائيل دي عندها سلاح نووي، عشان بس بننسى القصه دي في الموضوع. نمره 3، انها دوله صناعيه وتكنولوجيه متقدمه، انها جزء من عمليه التسليح الامريكي، انها بتنتج حاجات في كل جهاز كمبيوتر او موبايل في انتاج اسرائيل. اسرائيل لما هم موديز نزلتها من ايه؟
بلس 2 اظن ولا ايه. نعم. الى بلس 1 حاجه. نعم. كده نعم. ايه تظل ايه كلاس ايه ستيت. فهنا الموضوع ده مركب في العلاقات الامريكيه، انما على اساس ان في قاعده اخلاقيه ما تجمع الاثنين مع بعض. وما تنساش ان احنا عندنا مسافه في الجانب، مش بقول ان احنا، انما احنا حضاره اخرى. ده موضوع يعني يحتاج الى جلسات وجلسات عشان نفصفصه كده ونشوفه متركب ازاي. فاسرائيل هي حليف للولايات المتحده الامريكيه، مش مجرد حاجه امريكا بتديها. انما امريكا الان مدركه عندنا بينها وبين اسرائيل خلاف سياسي حول اداره هذه الحرب. ده يفيدني ولا ما يفيدنيش؟ انا رايي انه يفيدني. كل ما امريكا تبعد بوصه عن اسرائيل مكسب. انما اسرائيل بتنتج السلاح، وبتنتج سلاح لامريكا كمان، يعني بمعنى انها جزء من عمليه الار ان دي لاسلحه المعسكر الغرب، في الطائرات، في الدرونز، في حاجات كثيره جدا يعني. فهنا العلاقه طبعا انه اسرائيل بتستطيع ان هي واحد زي نتنياهو، يعني مش هو اول واحد يعني نتنياهو برضو مثلا مع كلينتون قصه مشهوره، دخل يكلمه على حوالين حاجه كان اسمها تفاهمات كلينتون، فكان بيكلمه 96 تقريبا سوا حاجه كده. 96 97. قال هو الراجل دوت مين هو رئيس الدوله العظمى هنا؟ لا، هم الاسرائيليين بيكلموا الامريكان كانهم جزء من امريكا، كانهم جزء من الكونجرس، كانهم جزء واشتغلوا على الحاجات دي. انا عندي اوراق كده برضو، يعني ازاي اشتغل على الحاجات دي موجود. بلينكن كان عندك في المنطقه المره الخامسه ومشي بدون اي شيء، فشل في هذه الزياره. بكره هيبقى موجود ويليام بيرنز مدير رئيس المخابرات الامريكيه، والموساد موجودين كلهم في القاهره، مع الشباك موجودين في القاهره، مع قطر، يعني في كمان جهد مصري موجود حاليا بيعقد في القاهره. ده تمام، وده انا اعتقد ان احنا لا يجب ان نتوقف عنه، يعني ساعات احنا بعضنا يعني او بنيجي زي ما نكون بنقفل الضمنه ان هو مش هيوافق، ده هو قال تصريح كذا. نعم. لا، الدبلوماسيه، ولو رجعنا لتاريخنا استاذ احمد، انا عشت الوقت اللي كنت فيه في حرب 73، وبعدها فك اشتباك اول، فك اشتباك تاني، وبعدين بعد كده عندك كامب ديفيد، وعندك المفاوضات وقفت، واسرائيل تمردت، والرئيس السادات ساب كامب ديفيد ومشي، او صح. كان هيمشي، كان هيمشي، لسه كنت بحكي ال 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 القضيه هنا انك انت تبقى ثابت على مبادئك، بتقول للطرف الثاني كمان ان السلام لصالحي ولصالحك. أسوأ حاجة تحصل معانا بالذات لما يكون في خلل في توازن القوى، هو إنك تخلي الحكاية بيسموها زيرو سام جيم، يعني إنه العلاقة صفرية، لو أنا كسبت يبقى أنت خسران. الحل هنا تبقى الدبلوماسية، أنا أكسب وأنت هتكسب. أنت لما تبقى في المنطقة في أمان في الشرق الأوسط ومتفاعل معاها، أنت في الآخر هتظل أقلية. مفيش غير 17 مليون يهودي في العالم، يعني في يعني هيظل أقلية وما بيزيدوش عن كده يعني لأسباب كثيرة. نعم. وخلاص مخزون اليهود اللي عايزين يروحوا إسرائيل جم، اللي كانوا في روسيا والاتحاد السوفيتي راحوا. نعم. وفي الآخر يظل بين النهر والبحر 7 مليون يهودي و7 مليون فلسطيني، يعني فانت عايز نعمل ايه؟ هيبقوا 10 وهيبقوا 15 وهيبقوا 20. هم دلوقتي بيقول لك ان اليهود الشرقيين والجماعه المتدينين دول برضو بيزيدوا زي الفلسطينيين. فاهلا وسهلا، يعني مفيش داعي نعمل التفاخر ده، لان هم اللي بيقولوه بقى سموتريتش ودول، ده دول بيولدوا اكتر، ما هو ده السبب في عمليه التهجير، ان هو عايز يطردهم بره يعني. نعم، بره غزه. بره غزه وبره ايضا الضفه الغربيه كمان. نعم. يعني الهدف الاخير لهذه الاحزاب طرد الفلسطينيين المتبقين من اراضيهم. شوف، القانون الاساسي للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو ما الذي يخلق أمرا واقعا على الأرض. الإسرائيليين باستمرار كانوا كويسين في الحكاية دي، مش كويسين بمعنى يعني جيدين، يعني بمعنى ان هم ماهرين ان هم يخلقوا حقائق على الأرض.
في على الأرض، على الأرض فرض أمر واقع. الفلسطينيين خلقوا أمر واقع وحيد، إن هم استنوا في الأرض. إن هم إيه؟ استنوا في الأرض. اللي استنوا 7 مليون دول اللي قعدوا، بما فيهم 2 مليون اللي داخل إسرائيل، دول الحقيقة الأمر الواقع الوحيد اللي موجود. الديموغرافيا هنا عنصر حاسم جدا في هذا الاشتباك العربي اليهودي. فمن هنا هذا الاشتباك، بس هو ليس اشتباكا دينيا. لا لا، انا بتكلم الاشتباك زي اي، احنا دلوقتي في حاله انجيجمنت. نعم. يعني نعم. دي ترجمه لكلمه انجيجمنت، يعني انه في اشتباك، بمعنى ان انا مش قاعد ساكت وانت قاعد ساكت، يعني نعم. بناخد وندي. نعم. فالاخد والندي ده اسمه اشتباك. نعم. طالما في اشتباك عنيف، وفي اشتباك سلمي، وفي اشتباك فكري. يعني انما نرجع للقضيه الاساسيه، هي انك انت محتاج تخلق مناخ انه حل هذه القضيه يكون لصالح الجميع. احنا عندنا 6 دول عربيه على علاقات سلام مع اسرائيل. نعم. الدول دول عندها ادوات، يعني لو قررنا ان احنا الـ6 نسحب السفراء، دي اداه، او نخفض التمثيل الدبلوماسي ممكن، وارد، او واخد بالك، وارد، وارد. بس لو انا عملته لوحدي غير لما الـ6 يعملوا. لا، نتكلم، حضرتك بتكلم على الـ6 وارد. يعني خطوة. انا بقول هنا، يعني انت بتحط كل الاوراق بتاعتك وبعدين تشتغل عليها. وعندنا ناس يعني قادة ومهرة ودبلوماسيين على مستوى عالي، امتى تعمل دي وامتى تعمل دي. ورأي مصر حافظة على اعصابها جدا، ودي مهمة في المرحلة دي، موضوع اللي هي المفاوضات اللي هي جارية حاليا، ان في الاخر تطلع منها كسبان. ان لم تكن كسبان في حتة اللي هي وقف الحرب او تبادل الرهائن او غيره، انما بتبقى كسبان ان الولايات المتحدة يرجع السيد بيرنز ده لامريكا وهو قرفان من الطرف الاخر، زي بلينكن ما عمل كده. زي بلينكن ما عمل. ما هو ده الكلام ده بيبتدي يخلق تراكم اللي انا قلت لك عليه، ان اسرائيل تبتدي تبقى ثقيلة. زي ما يبقى عندك قريب وجزء من عائلة لكن بيتصرف غلط وبعشوائية وإلى آخره. وبقى النهاردة العالم كله ضد اللي بيعملوا نتنياهو. مفيش حد النهاردة، حتى اللي كانوا بيقيدوه في الأول النهاردة تراجعوا. يعني يعني لما نيجي، لو احنا عايزين نقيس نقطة، بقول دايما النقطة دي اللي هي الأولانية، اللي هي ساعة ما بعد 7 أكتوبر. بايدن جه من امريكا، الراجل بسنه وكلام. نعم. زي كده على هناك، وخدوا بالحضن، وجه ومعاه 2 حاملات طائرات. نعم. ومعاهم غواصة نووية. نعم. ومعاهم 1000 عسكري من المارينز. نعم. يعني كل حاجة خدوها، لكن قال لهم حاجة واحدة بس اتبعوا القانون الدولي لما تخشوا، وخشوا، من حقكم الدفاع عن نفسكم. لما لقى الحكاية بقى ابتدت تبقى اطفال ونساء والاف، إبادة. يعني بلاش دي، لا هنعمل. يعني ابتدت اسرائيل برضو تظهر على حقيقتها قدام المجتمع الامريكي كمجتمع متعصب متطرف يتحكم في مجموعة من المهاويس دينيا اللي عندهم صلافة، ان هم يمكن يتحملوا حتى رغم كل العالم اللي قاعد يعني يتعاطف معهم بسبب أوشويتس وكل الحاجات اللي هي بتاعت حرب العالمية التانية، يفاجأ بأنه اللي بيحصل ده مع الفلسطينيين. فهنا في خيبة أمل، وفي صدمة، وفي إدانة، وفي تحركات من أجل وقف كل الإعلام الأمريكي النهاردة بيتكلم على تسريبات بايدن، بيتكلم على نتنياهو، وصفه بالأحمق، قالك 3 مرات وبيتكلم عنه. ما كانش بيبالغ لما قال كده، لانه نتنياهو فعلا عنده غله الخاص بيه. يعني النخبة الإسرائيلية، يعني لما تشوف بن جاتس والآخرين وجالنت وحتى الناس اللي هم كمان أهالي الأسرة أو الرهائن الأسرة، المظاهرات اللي بتتعمل كل من يوم أجل وقف عشرات الآلاف الحرب. دول يعني عايز أقول خميرة لابد من الاستفادة منها لخلق إسرائيل مختلفة عن اللي هي موجودة دلوقتي. نقف هنا، نرجع عقب هذا الفاصل نتكلم. عندنا حوالي 25 يوم تقريبا على شهر رمضان. هل وارد من هنا لرمضان
الدنيا تهدى، وقف إطلاق نار، أم مخطط نتنياهو اللي قال إن أنا هدخل رفح بري ليلة رمضان؟ بعد الفاصل. أرجع مع حضراتكم وضيفي الكريم الدكتور عبد المنعم سيد. عندي نقطتين قبل الختام. النقطة الأولى، هل معاهدة السلام في خطر بيننا وبين إسرائيل؟ يعني هو مضي إسرائيل لو المجال انفلت للأسف الشديد، يعني لأنه أنا بعتبر معاهدة السلام دي كانت أعظم حدث تاريخي حدث خلال النصف قرن الماضي، يعني لأنه أتاح لمصر وأتاح للمنطقة فرص كثيرة للسلام وفرص كثيرة للبناء. ما كنتش عمرك هتقعد وتقول عايز أبني وأعمل مدن جديدة وحاجات زي كده إلا إذا كنت عامل سلام. لكن أيضا للأسف الشديد إن آخرين مصممين على شوف يا أستاذ أحمد، المنطقة مكونة من مجموعتين دلوقتي. زمان كان يقولك أيام القومية العربية وكده إنه عندك الجماعة العروبيين والجماعة مش عارف الانفصاليين، كان في تكتلات كده بين اليسار واليمين. إنما دلوقتي عندك كتلة اللي هي مسميها نفسها كتلة المقاومة والممانعة، ودول يعني عايزين نشتغل على قديمه، يعني نرجع خطوات على إلى الخلف يعني. وعندك كتلة بتاعة البناء والسلام والاستقرار. الدول. البناء والسلام والاستقرار ده كلام دول. الدول الوطنية اللي فيها كل المواطنين سواء، اللي نعم. فيها انه ان الناس بتتدور وبتزعل عشان الاسعار زادت نعم. او علشان كذا، انما بتحافظ على كيان الدولة. كيان الدولة. نعم. وده موجود، السعودية كده، الاردن كده، المغرب كده، دول الخليج كده. لكن في ناس عايزه تشتغل على قديم، وانك يبقى عندك حاله حرب مستمره. اما كانش اسرائيل تبقى الامريكان، يبقوا الاثنين مع بعض، يبقوا الروس اللي هم باصين دائما للعالم بصوره فيها كثير من العداء، فيها كثير من الانشقاق. هذه الجماعه سواء على الجانب الاسرائيلي او على الجانب العربي لا تفيد المنطقه. لذا فأنا بقول دايما أنه الجماعة اللي هي عايزة سلام وعايزة بناء، وشوف انت التجديد، احنا كنا في السعودية مع بعض نعم. وشوفنا نعم. التغيرات اللي نعم. هناك، وعارفين التغيرات اللي بتجري هنا نعم. أنا رحت الأردن برضو نفس الحوادث، انت رايح المغرب نعم. يعني في دول استقرت على فكرة ان احنا فاتنا وقت طويل وآن الأوان إن احنا نلحق بالعالم. إيه اللي ممكن يؤدي لاختراق معاهدة السلام؟ إيه هو بالظبط اللي هنا خط أحمر المعاهدة دي هنجمدها؟ أي حاجة لها علاقة بالتهجير القسري للفلسطينيين، بمعنى إخراجهم بالقوة، بمعنى حد يمس طوبة واحدة من السور اللي احنا عاملينه بيننا وبين غزة وإسرائيل وكده، ده يبقى يهز عملية السلام. لأنه ده أنا رأيي من الأول ده هم بدأوا، يعني معاهدة السلام بتنص في أحد بنودها إنه لا يجب على أي طرفين لا احنا ولا هم إن يقوم بأعمال تهدد الطرف الآخر. التهجير القسري يهدد الطرف الآخر اللي هم احنا مصر، وبالتالي هنا يعني تبتدي الموقف كله يعاد صياغته. يعني نتنياهو قبل رمضان ولا خلال رمضان رفح بريا ولا مش هيحصل قولا واحدا؟ لا هو يعني لغاية دلوقتي في كذا سيناريو، يعني أنا ما عنديش حاجة في العلم تقول لي إن أنا أفتح يعني المندل وأقول لك يعني نعم. إنما عندنا سيناريو إن هو يقدر يطلع الفلسطينيين المدنيين ويمشيهم ويبتدي نتكلم في مدينة رفح. رفح أنا في رأيي لازم ناخد مبادرة كبيرة، نقول نعمل هيئة تفتيش دولية. يعني يعني إن أنا أنت بتقول هنا حماس عاملة أنفاق وعاملة كلام زي كده في رفح، نعمل هيئة تفتيش دولية.
هي تقوم بهذا الإجراء. ونعمل هيئة تحقيق دولية بالمناسبة في موضوع 7 أكتوبر والكلام، أنت عمال تقول لي كانوا سحلوا الناس وعملوا، طلع جزء منها كلام فارغ والجزء الثاني محدش يقدر يقول صح ولا غلط. نعمل هيئة تحقيق دولية في الجرائم التي جرت في غزة وما يقولونه عن جرائم جرت في غلاف غزة. نحاول كده يعني، شوف إذا ما كسبناش على الأرض هنكسب في العقل العالمي الموجود. الخطوة اللي خدتها جنوب أفريقيا والموقف العربي حوالين هذا الموقف في محكمة العدل، رغم أنها لم تصدر حكما نهائيا إنما إدت حاجات تحذيرية، وضعت إسرائيل في قفص الاتهام، كل دي مكاسب وتغيرات بيشوفها الإسرائيلي العادي اللي هو فاهم أن الدولة بتاعته يعني منتهى السمو والأخلاقي والقانوني، هي في الحقيقة دولة إجرامية. هل ممكن نجد قمة عربية طارئة أو عاجلة قريبا؟ وارد؟ أنا مش بتكلم على قمة عربية لـ 22 دولة بصراحة، أنا بتكلم على الدول التي تريد البناء للإقليم. اللي عايز يعني يستمر في نضاله ده قصة تانية، وده احنا شايفين تماما. ما ننساش الروس موجودين في سوريا، تركيا في شمال العراق وفي سوريا، في يعني المنطقة معرضة إلى ضغوط خارجية وإقليمية ينبغي أن احنا نفكر فيها تفكير جيد. لذا أنا بقول، وحتى ده كان من زمان، أن دول البناء هي ودول السلام والاستقرار والدول القوية في ذات الوقت عسكريا واقتصاديا وماليا إنها هي اللي نقعد مع بعض. إنما نقعد ويبقى الهدف إن احنا نعمل تسجيل نقاط، دي نعملها في الجامعة العربية. يعني لما نيجي نعمل كلنا كل سنة نقعد، كل واحد بيبتدي يقول للتانيين يعني بيتهمونا اتهامات. إنما أنا رأيي في هذا الوقت الحرج اللي فيه ناس بتموت وفي كل ساعة بتؤدي إلى سقوط ضحايا، تحتاج إلى موقف عربي من الدول العربية الإصلاحية اللي فيها خطة لبناء الدولة الوطنية والقومية. بتكلم عن مصر، بتكلم عن السعودية، بتكلم عن الإمارات، بتكلم عن الدول التسعة. تسعة. التسعة اللي عملوا البيان بعد مؤتمر السلام في القاهرة، اللي هو قال يعني في 6 دول الخليج ومصر والأردن والمغرب. شرفتني، أشكرك شكرا جزيلا. أيوة تحت أمر. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نشوفكم بكرة إن شاء الله. صباح الألف خير.